وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باستمرار الاجتماعات التحضيرية للجنة الوزارية العليا للحج من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج للتنسيق بشأن بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل. واستعرض الاجتماع الاستعدادات التي تقوم بها الوزارات المعنية وهي الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والضوابط المنظمة لكل منها، بالإضافة لعدد من الخدمات اللوجستية للحجيج.